رجعنا لحضراتكم مرة تانية والفقرة الحوارية عن أزمة الطلاق في مصر. مصر من أكثر 5 دول على مستوى العالم بترتفع فيها معدلات الطلاق، وطبعا عندنا مشكلة في الطلاق الشفوي، وحضراتكم عارفين إزاي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم فيها من خلال واحدة من المنصات الرئيسية ليه أو الاحتفالات الرسمية اللي حصلت، كان الرئيس بيتكلم فيها وإزاي إن احنا ممكن نحد من الظاهرة دي وتبقى موثقة فقط. خلينا نشوف أكثر تفاصيل مع ضيوفنا عن أزمة الطلاق في مصر ومعدلات الطلاق في مصر، ونتكلم كمان عن فكرة الطلاق الشفوي والمشاكل اللي بتحصل بعد كده، وأرقام تليفوناتنا هتكون على الشاشة عشان مشاركات حضراتكم من خلال الفقرة. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي، دكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة. دكتورة أمنة منوراني. تعيش، أهلا بيك. ودكتورة براءة الجاسم أستاذ الطب النفسي. دكتورة براءة أهلا بيكي، يبقى خير أسبوع. خلوني أبدأ وأتكلم عن، أنا بتكلم عن مصر أكتر 5 دول يا دكتورة أمنة على مستوى العالم. شيء معنى كده ان احنا عندنا مش مشكله، عندنا ماساه. شفتي ازاي ارتفاع معدلات الطلاق في مصر؟ هقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم، واحييك واحيي جمهورك الكريم. الحقيقه عندما سمعته ان الرئيس بان مصر اعلى نسبه طلاق على مستوى العالم، صدقيني حسيت زي ما يكون قلبي اتقبض كده، والموضوع ده اصبح مزعجني في داخلي وفي ثقافتي، لان استقرار المجتمع اصلا من اللبنات التي تبنى منها المجتمع، واللبنات هي الاسره. فاذا اهتزت الاسره ماذا ساقدم للمجتمع؟ هقدم اطفال مضطربين، هقدم اطفال ما نشأوش في بيئه مستقره لها ثقافه، لها تقييمات، لها بناء إنساني. لأن الطفل بيشكل في بيته بين أبوه وأمه وأسرته 75% من شخصيته. ده يدوب اللي بيتبقى 25 بتشكل في المدرسة وفي النادي وفي الحارة وفي المجتمع. يعني إذن الأسرة المضطربة لن تشكل لي لبنة إنسانية سليمة أضيفها للمجتمع تبنيه. حتى لو ظهر خارجيا وناجح في التعليم وخد شهادة، لكن لن يكون صاحب شهادة لها الـ الـ الواقع الحقيقي لتخصصه يؤديها بشكل فيه استقامة وفيه تشكيل إنساني جيد. فإحنا كده مش حكاية إن بيت تفركش أبدا، ده أنا بصدر أمراض نفسية وأخلاقية واجتماعية وإنسانية للمجتمع من خلال أعظم شهادة ياخدها هذا الذي نشأ في بيت مضطرب. ليه إحنا مش قادرين نفقه هذه المسؤولية يا أسرنا العزيزة المصرية؟ وطبعاً الاضطراب الأسرة لها أبعاد كثيرة، هقول جزء منها وأترك الباقي بعد ما أسمع أستاذتنا العظيمة وندخل في الحوار.